الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tuh, saudara, enggak, anu, apa itu, dikeluarkan suara yang ditahan. Yo, balik. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-Karim, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, haqqa tuqati, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah, وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الناس اتقوا رب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، حيا بنا نشكر الله عز وجل الذي وهبنا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذه الفرصة مبارك، نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أخرجنا من الظلمات إلى النور. معاشر المسلمين رحمكم الله، إذا نظرنا إلى مجتمعنا نظرا دقيقا، فإننا لا نرى إلا منكرا، ولا نشم إلا رائحة الذنوب، ولا نسمع من الأخبار إلا فتنة تنتشر في كل مكان. كم من عين ظالمة تطمع على المعاصي، وكم من يد مجرمة تطلب حق غيره، وكم من أنف شرح يقبل المحرمات، وكم من لسان فصيح ينطق بالخيرات وأعماله خبيثة، وكم من أكل ذكي يدبر الجرائم، وكم من قلب مطمئن يخترق حسد الداعي. أهكذا أحوال المجتمع المؤمنين؟ كلا يا أبناء الإسلام، حرام علينا أن نتخلق بالأخلاق الخبيثة، حرام علينا أن نتخلق بالأخلاق الرديئة، حرام علينا أن نتخلق بالأخلاق الغربية الفاسدة. إن الإسلام يأمرنا أن نتخلق بالأخلاق الكريمة، وإن الإسلام يأمرنا أن نتخلق بالأخلاق الفاضلة، وإن الإسلام يأمرنا أن نتخلق بالأخلاق السابلة، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. معاشر المسلمين رحمكم الله، تتخلق بالأخلاق الكريمة وتخلق بالأخلاق الإسلامية، فإن أمة مسلمة إذا لم تتخلق بالأخلاق الإسلامية ستكون أمة رذيلة. ولم يتخلق بالأخلاق الكريمة ستصبح أمة ذليلة. اتقوا الله وطهروا قلوبكم ونظفوا أفكاركم تكونوا محبوبين عند الله، وأصلحوا أعمالكم
واحسنوا اخلاقكم تكونوا محبوبين عند الناس واعلموا ان الله واعلموا ان الله انما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم لاتمام مكارم الاخلاق مصداقا لقوله رسوله الكريم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ثم اننا لن نستطيع ان نتخلق بالاخلاق الاسلاميه ولن نستطيع ان نطبق بالاخلاق الكريمه في حياتنا اليوميه الا اذا كان نحيينا بالايمان ونعتز كلما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله المسلمين رحمكم الله شكرا على حسن اهتمامكم اذا وجدتم مني الخطايا اطلب منكم العفو الاخير انظروا ما قال ولا تنظر من قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.